اليوم الجريح نزال يتألم، اليوم الجريح الدولة غير قادرة مش تعالجه، اليوم الجريح ساقه مازال تنزف في الدم، يزيد يبكي أكثر كيران المحاكم العسكرية، يزيد يتألم أكثر كيران المعازل العسكرية اللي خرجت أكبر رموز لنظام البيت. ما كناش نتصوروا أن الشعب مش بشق في سفلة. اليوم نظمنا وقفة احتجاجية كبيرة لعائلات الشهداء والجرحى بالتنسيق مع ليلى حداد المحامية. الوقفة الاحتجاجية هذه لعدم نسيان الملف وتذكير الشعب التونسي اللي ضاع دم الشهيد بين المحاكم العسكرية من المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف، وشفنا أكبر مهزلة صارت نهار 12 أفريل بإصدار الأحكام. طالبنا بحق من قتل أولادنا ومن ضربنا ومن انتهكنا، طالبين بالحقوق هذه وبكشف الحقيقة. ونحن اليوم تمت المسيرة متاعنا من شارع محمد الخامس مقابل وزارة الداخلية، وإحنا طالبنا بحقوقنا ومازلنا نطالبوا بحقوقنا. اليوم نشوفه في المشهد الانتخابي وكأن الجميع يتحدث عن كل شيء إلا ملف الشهداء وجرحى الثورة اللي هو نعتبره ملف مهم جدا وذا أولوية وطنية. على هذا الاعتبار احنا اليوم عملنا وقفة احتجاجية، أولا هي رسالة لكل الأحزاب ولكل الأطياف ولكل المترشحين سواء في الرئاسة أو للمجلس التشريعي أن هذا الملف لن يموت ولن يموت ولن يموت.